السلام عليكم. اليوم راح اشرح طريقة كتابة المعادلات باستعمال برنامج الورد. طبعا اكو عدة طرق. الطريقة الاولى انه واحد يجي يكتب هيج بهذا الشكل مباشرة، طبعا هذه الطريقة غلط. الطريقة الافضل انه يجي واحد يدوس على الانسيرت، يختار equation، من خلال equation يكتب نفس المعادلة اللي هي اخر واحدة مثلا، لا صارت بهذا الشكل، يعني حتى شكلها اوضح من المعادلة. هسه مثلا خلينا نحاول نكتب هاي المعادلة. طبعا اكو اختصار يطلع لنا الرمز مال المعادلة اللي هو ALT ويساوي، راح تشوفوه قدامكم بالكيبورد. فخلينا نحاول نكتب هاي المعادلة مثلا بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى هي استعمال، يعني باستعمال الماوس، ويجي واحد يختار هيجي. فمثل ما نلاحظ هاي يعني الطريقة تعتبر بطيئة، زائد و40. الطريقة الثانية كتابة المعادلات هي أيضا باستعمال الإكويجن. خلينا نستعمل الاختصار، استعمال انك اكويجن، هاي تطلع لنا من هنا نضغط هيجي. وخلينا نحاول نكتب نفس المعادلة اللي هي جذر اكس تربيع زائدا واي تربيع بهذا الشكل. وهذه الطريقة تعتبر مناسبة اللي عنده قلم او بطيء بالكتابة، وممكن واحد يصحح مثلا الوورد مثلا ما يتعرف على المعادلة بصورة صحيحة. مثلا هاي انا كاتب اكس كابيتال، ريتا اكس كابيتال، بس هنا صارت اكس كابيتال، زائد مثلا بالغلط جزء هي تي، تصير بهذا الشكل. الطريقة الأخيرة وهي الطريقة الأسرع، يعني طريق استعمال الاختصارات اللي موجودة بالورد. مثلا هذا الجدول حضرته اللي هو بيه كل ال أو ممكن جزء من الاختصارات اللي ممكن نستعملها. فخلينا نجرب هذا. مثلا إذا نريد نكتب اكس على واي، هنكتبها بهذا الشكل، اكس على واي مسافة، صارت بهذا الشكل. نريد نكتب مثلا هذا رمز الأوميجا، بدل ما نروح ندور عليه نكتب أوميجا. نريد هاي أوميجا الأخرى، نكتب أوميجا بس الأو تكون سمول لتر، مثلا الميو بهذا الشكل. مثلا خلينا نجرب هذا اللي هي بهذا الشكل، شوية ممكن تكون بها صعوبة. نكتب بارشال اكس تقسيم، يعني هذا واللي جا، ونكتب بارشال تي. لأن بهذا الصورة نقدر نكتب المعادلات. هاي الاختصارات اللي مين ممكن واحد يطلعها؟ اكو طريقتين. الطريقة الأولى انه يجي يشوف منها مثلا، يخلي الماوس هنا يثبته، يطلع لنا هاي تايمز مثلا. فإذا نكتب تايمز هاي تطلع لنا. نريد هذا الرمز، هذا ما موجود مثلا. نريد انفينيتي، نكتب سلاش ان هذا الشكل. الطريقة الثانية حتى نطلع الاختصارات هي من خلال الإعدادات options. نروح هنا على ال autocorrect، ماث autocorrect، راح نلقى كل الاختصارات اللي موجودة هنا. وأكو شيء إضافي ممكن نسويه، مثلا هذه المعادلة إذا متكررة بشكل كلش كبير عندنا وهي طويلة، نقدر نضيفها بحيث تنكتب بسرعة بهذا الشكل. أيضا نرجع لنفس المكان، proofing autocorrect، نضيف مثلا w، ونخلي هنا على المعادلة اللي سوينا لها كوبي. من أضيفها دوس أوكي. مجرد ما أجي أكتب دبليو هنا، يعني سلاش دبليو، تصير عندي المعادلة بهذا الشكل.